هددت طهران باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% إذا لم تنفذ أوروبا تعهداتها وفقا للاتفاق النووي. وخلال مؤتمر صحفي مشترك بطهران مع رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة النووية، شدد مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ ميغيل رياس كانيتي أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لن يؤثر على التعامل الاقتصادي بين طهران والاتحاد. في الوقت ذاته أعرب رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة النووية عن أمل بلاده بأن تترجم أقوال الاتحاد الأوروبي إلى أفعال.